يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هل معنى الآية أن الأرض والسماوات تتغير من حالها في الدنيا إلى حال أخرى؟ أو نعم، معناها أنها تتغير من حال إلى حال أخرى. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم.